تم إبلاغنا بوجود طفلة، إبلاغ الخفراء الموجودين بوجود طفلة في إصابة بالرأس مع اضطراب في الوعي، مع وجود عائلة اللي معها كانت تدعي أنها بيبيتها، يعني أمرأة كبيرة كانت وياها، قالت هي هاي بيبيتها، يعني متوسطة العمر مو كبيرة حيل. طبعا تدري احنا كإجراءات حالات طارئة لازم نستقبل المريض ونقوم بالإجراءات الطبية المستعجلة بغض النظر عن الأمور التفصيلية الرسمية كمستمسكات أو أخرى، هذه نطلب بها بعد ما نقوم بواجبنا الصحي لإنقاذ حياة المريض. فاستقبلناها من الطوارئ وبعدين حولناها إلى ردهة جراحة الجملة العصبية عن طريق الاختصاص الموجود، وأجري لها فحص المفراس وتبين وجود نزف. الوقت كم الوقت من حضره؟ تقريبا الساعة 12 الظهر، يعني كان حالة طبيعية، حال جميع الحالات اللي نسلمها احنا باليوم، نسلم هواك حالات مرضية هكذا حالات، فاستلمناها أجري لها مفراس تبين وجود نزف يعني تحت الأم القاسية يعني داخل الدماغ. هذه الحالات تستوجب أحيانا تداخل جراحية وأحيانا تستوجب علاج تحفظي متابعة. كان قرار الطبيب الاختصاص هو العلاج التحفظي في متابعة الحالة المرضية. طبعا بعد ما تأكدنا من سلامة الطفلة من الحالة من الناحية الصحية، بدينا نجري إجراءاتنا الأخرى هي الروتينية، الإجراءات الرسمية وهي المطالبة بمستمسكات الرسمية للطفلة. مين طلبتوا من الأمر اللي حضرتها؟ طبعا اللي من دول المريض اللي جايبها. فطلبنا من عندها أول المستمسكات الرسمية لها، لأن هي اسم الطفلة اسميت باسم أمل جاسم. يعني أنتوا هنا سميتوها اسم أمل؟ لا لا، هي اسم اسم الأم اللي جابتها ببيتها قالت اسمها أمل، والدها اسمه جاسم، بس بدون مستمسك رسمي، يعني ما عندنا هوية أحوال مدنية. هي طلقت الاسم من عندها بدون مستمسك. احنا طلبنا هوية الأحوال المدنية، طلبنا أو البيان الولادة، طلبنا هوية ذوي المريضة، لأن هذا احنا كلنا نحفظها ضمن السجل الخاص بنا، وطلبنا أيضا ورقة الشرطة. هنا ورقة الشرطة احنا صراحة نطلبها في كل الحالات اللي عندنا بها اشتباه تعرض المريض إلى شدة خارجية، قد تكون نتيجة حادث سيارة، قد تكون نتيجة سقوط. كان اكو كدمات بجسمها. نعم. اللي أثناء الكشف الأولي في الطوارئ وفي الردهة تبين وجود كدمات، صراحة وجود كدمات بأنحاء جسمها، بعض يعني قالوا احتمال هاي أكو عضة معضوضة أيضا برجلها، يعني أحد الممرضة. اليوم من خلال برنامج أهل المدينة، ممكن هذه الطفلة تكون مخطوفة مسروقة، حتى ننوه للناس أنه هذه الطفلة موجودة اليوم في مستشفى مدينة الطب. هو هاي الرسالة اللي يريد ننقلها. احنا صراحة ما متأكدين انه كون هذه الطفلة قد تعرضت الى تعذيب او ما تعرضت، لان احنا ما كنا في مكان الحدث. احنا استلمناها عندها كدمات، والكدمات الرئيسية في الرأس نتيجة السقوط، اضافة الى كدمات اخرى. قد تكون الطفلة مخطوفة، قد تكون الطفلة متعرضة الى عنف جسدي، قد تكون حالة سقوط طبيعية، يعني هذه كل الاحتمالات موضوع هذا يحددها الطب العدلي. حقيقة احنا مو ردها الطب عدلي، احنا ردها علاجية. فاجرينا فطلبنا صراحة من عندها ورقة الشرطة، يعني كإجراء روتيني لكل مرضانا، اللي هو هذا ما يتدخل بعملنا الإنساني أو الصحي، يعني هذا كعمل روتيني نحفظ به حق المريضة، حق الطفل أو حق أي مصاب بهاي الأحداث. وهاي من ضمن يعني متطلبات ضابط وزارة الصحة العراقية. قالت أنا هسه إن شاء الله راح أجيب ورقة الشرطة، وبس عندي شغلة هم حليب راح أجيب لها. هاي الثاني يوم ورا ما استقرت حالة الطفلة وقدرنا إنه نقدر نقول لها روح أجيبي المستمسكات، وهي تبقى بعهدة الكادر التمريضي. هي صراحة قالت أنا راح أجيب لها حليب هسه وأجيب ورقة الشرطة، وهذه راحت بعد ما رجعت. طبعا مثل ما تشوف هاي الطفلة هاي آثار الكدمات حاليا، هذه الحالة أول ما دخلت للمستشفى. شوفوا احنا هنا كشف عنها الطبيب المختص، بعد ذلك طلب الطبيب. لا، هي أثر سقوط، لكن يعني أثر كدمات، الجزء المتضرر أكثر هو في الرأس، منطقة الرأس. هذا تشوفوا هنا مكان كدمات بالرجل،
بعد ما شاف انه الحاله، الطبيب المختص شاف الحاله انه هذه الطفله تحتاج الى ورقه شرطه، طالبنا مركز الشرطه باحضار او من ذويها المراه اللي كانت وياها، طالبنا بورقه مركز شرطه، بعدها اختفت الحاله. لكن هذه اول ايام اللي دخلت بها الطفله. يعني ماكو رحمه بقلبهم، يعني ام من تشمريش طفلتها ماكو رحمه. هاي مو ام، أنا ما أعتبرها أم. تتمنى يعني تتمنى صنع هذا طفل، بس الأم تشمر طفلتها هيك هاي ما تعتبر أم. فأتمنى يعني ترجع لعقلها وترجع لوعيها وتحتضن طفلتها من جديد. أتمنى اليوم. يعني اليوم إحنا من خلال قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة أريدش أنت حضرتش، أنت المسؤولة على هذه الطفلة هنا اللي تراعيها، تناجدين أهاليها أو تقولين إنه هذه الطفلة ترى موجودة عندنا. موجودة عندنا جراحات العصبية مستشفى عدنان الشهيد غازي الحريري، وحاليا راح يستلموها مركز الشرطة الخاص اللي بالمستشفى. وأتمنى يعني أتمنى ترجع الحضن أمها. وللعلم هي إجوا هواي يردون يتمنوها، يعني العدد مالهم ما يحصى، يعني كلش متمسكين بهاي الطفلة. بس خلي يكون عندهم علم إنه هاي الطفلة إذا تركوها يعني هواية ناس تتمناها، دعين دا يتوسلون مو يتمنوها، بس إنه هم يردوها يردون يحتضنوها ويأخذوها. وإحنا بالليل حتى نال الخواتم الممرضات يسحبوها يمهم ينوموها بالغرفة الخاصة بهم، مساعدة للأخت هنا لأن طفلتها شوية مريضة وتعبانة ومحتاجة عناية. عندنا بعض الحالات مثلا الأطفال قبل أكثر من أسبوعين هناك طفلة كانت متعرضة يعني بعد ما لاحظناها إلى نوع من التعذيب أو الضرب، جابتها امرأة تدعي أنه هي يعني بيبيتها، دخلناها للطوارئ كان عندها نزيف بالدماغ. الحمد لله وشكر قمنا باتخاذ الإجراءات العلاجية بالنسبة لها. تعرف إحنا كحالة طارئة نستقبلها، يتم التعامل معها كحالة طارئة إنقاذ حياتها أولا وبعدين تبدأ الإجراءات. ولكن للأسف أنه هاي المرأة اللي جابتها تركتها بالطوارئ وغادرت، والطفلة ما زالت صار من يعني من جابوه لحد الآن موجودة، العناية مستمرة بها. إحنا بالنسبة لنا كإجراءات عندنا طريقين، ابتداء أنه مركز شرطة مدينة الطب يتم تبليغه وتثبيت معلومات عن الطفلة، وكذلك التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعندنا أكثر من حالة حقيقة بعد أن تم ترتيب أمورهم. هذه الطفلة يعني ممكن تكون مخطوفة؟ يعني إحنا هي القضاء يعني عنده علم بالموضوع، مركز الشرطة عنده علم بالموضوع ودي يتحرون على الموضوع، وصورتها نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا صورتها مثبتة في مركز الشرطة ووزارة الداخلية، والطفلة تحت رعايتنا طبعا في مدينة الطب. وإذا ما يجي كتاب رسمي من قاضي تحقيق أو مجلس القضاء الأعلى لا يمكن تسليم هذه الطفلة.